لدينا مسمار من الحديد ومحلول كبريتات النحاس، نقوم بوضع المسمار داخل محلول كبريتات النحاس ونتركه لمدة معينة ونلاحظ ماذا يحدث. تركنا لمدة دقيقة وننزع المسمار من كبريتات النحاس فنلاحظ كيف طلي بالنحاس، ترسب معدن النحاس على المسمار. لو تركنا العملية تدوم لمدة طويلة نتحصل على ما يلي، ها هو هذا لمدة حوالي ساعة، لاحظ كيف ترسب النحاس على مسمار الحديد، ها هو الآن المسمار ترسب. المسمار الذي وضعناه في كبريتات النحاس فإذا تركناه لمدة طويلة فسيتغير هذا اللون. مسمار موجود على اليسار على اليمين، هذا المسمار هذا ترك لمدة نهار كامل منذ البارحة، يعني مدة 24 ساعة. لاحظوا كيف تغير اللون من اللون الأزرق، الآن هو يميل إلى الإصفرار والأخضر. إذن ونلاحظ كذلك ترسب النحاس على المسمار. إذن احنا لاحظوا وجود نحاس مترسب على المسمار هذا لمدة حوالي 24 ساعة. لاحظوا جيدا النحاس مترسب على المسمار، ولاحظ كذلك تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر المصفر أو الأصفر المخضر.